ابو صالح صح، وجودك فارق بعضنا، وجودك فارق ابو نزار، نسال الله السلامة والعافية. ولا يقلبون علينا في الأخير، ولا عاد وعد، لكن شيء بعد ما على ما قيل بناء حلوة بذا الجو. يا مصلط يا ابو عيد يا القرمس نافي. طول عمرك يقول يا مصلط يا ابن عيد يا القرمس سنافي آفي، أشرب من القهوة ولا همني شيء، أي وأقدع من المقدع وأكل سلامي آمين. الله أبو صالح اللهم أرزقني عصرية الروحات ما هي بعصرية، قعدت هوجس وهرج روحي بروحي، يضيق صدري ويا حيا السعودية، في الغرب جالس ولا لي في مصلوحي، تروحت ما هي بعصريه، يا سلام قعدت هوجس وهرج روحي بروحي، يا ضيق صدري ويا حيا السعوديه، في الغرب جالس ولا لي فيه مصروحي. السين السين الله يشعك. يقول لو اقفى النار وقف الليل ما داني، صدري من تغلق الأشواق، نور سعيد نور أكشار تالي، وداعتنا والليل القلب محرق، إلى قفى النهار وقبل الليل ما داني، ما يضيق صدر من تغلاق الأشفاقي، نهار سعيد أوله وقشر تاليه، وداعتنا والليل القلب محرقي. سلام مسكين مسكين صلى يا شحن العدل يا الربع، انا ما ادري ليش لا منها الزر مقامك جاهزه الغروب امسيا تجي ضيقه، ليش امسيا ليش امسيا ديتك جايب لك مله طال عمرك وصاليها فضه ولين غدت حمراء، قوم خليت تسبد فيها قمت تحمسها تحمسها طال عمرك. هذا هو الوصف والله، هذا انسان حالي مع الغروب يا ولد، اغلب الناس كذا. بس ليش ما ادري جت المسيه ما ادري انا عجزت تلقى لها حل ما ادري الضيقه ذي اللي حزت المسيه الضيق عبد الله، هذا ترى المغرب وقت وقت الضيقه ايش يقول الضيقه اللي دائما تالي عصير ايش دحنها لا الضيقه اللي دائما تالي عصير وش حيلتي وردها لا تجيني الضيقه الله لحنها وش لحنها يا ولد غدا بالله علي عيني توجعني عيني تبى شيء اشتغلك اقعد عينها بعد ايش اللي بعد عيني تبى شيء يا عيني وش اللي تبين يا سلام تبى شيء يا قلبي وش اللي تبي تبي ما ادري ايش يقول نشيت هدهد سبا عن غيبة الراحلين قال انتظر لين ياتيك الخبر من سبا ما ادري ايش يقول لكن
أنا تدري إيش يقول؟ يقول الفقر يترك في القلوب وفي العقول تأثير ما يمحاه يوم ولا سنة. زود على المشاكل والحلول كلام واجد ما قدرت أفصح. نسأل عنه. تملكتني عبرة عيت تزول على الفقيد اللي تكفن بكفنه. مرت علي أيام بعده وأنا أقول إن كان هذا حلم صحوني منه. يا سلام. يقول وتهوى العين من يعجبها. يعجبها. كلما شفتك توسل زاد غلي. ماني منافق ولا أحب المنافق. أطلب الله حاجتك لا تطلب لي. يمكنني وافق ويمكن ما يوافق. لا تعرف ليه المساع وقاشقا وي وطبا وليه الهبوب تصاحي القلب لابات وهيهات ينسى القلب شخص لعبه وهيهات يدل خاطري عنك هيهات الليل والبرد ومدهيل خلي جاني لا لا ما في شيء والله سوي كذا عمره جاني ولا لا من الداخل طب تجاني ورانا مصدق يقولون الداخل ما يلحق الا زين توجك شوي عبد الداخل ما يلحق الا زين وشوفوا كل يمي يقول كنا انا وياك كنا انا وياك والثالث اللي كل الليل يضيع بيني وبينك ما بي كنا تعودنا على بعضنا هذا انا واللي انتين ابيهم منك ثم ابي شيء اي يا الفتنه هل لي كل ما فيك فتنه اي لا خلاص خلها تولي خلها تولي جيتك بدون ادراك وشعور ووعي وعي مدمن وابي من حاله ادمانك علاج اج ما بي من الدنيا سوى تبقى معي محتاج لك والحب فلا صل احتياج الله احتاج لك لا شرايك اللي يقول معاد قصرت في التقصير سلام ومليت من كلمه ادمح لي تبغى الصراحه من الاخير عشرتك ما عاد تصلح لي الله فكرت وسهبت في التفكير في حل اشوف انها ريح لي عكس اتجاهك بحث السير وكفوف حبك تلوح لي صار اللي ما كنت ابيه يصير أيوة. ولا معك فرصه توضح لي ما كل غلطه لها تبرير وقتي ما يسمح لي اسمح لي انا اشهد ان وقتي ما يسمح يقول لا لي حبيب ولا صديق اسمع يقول لا لي لا حبيب ولا صديق ولا خوي خوي تستاهل انا الدرى اللي دون ظلي ناقصي هم خابرين اني على الصد قوي وانا عادني مثل ما هم خابرين خابرين يوم تقول خابرين ومدري كذا طرع لي اللي يقول صابرين وعاد حنا على طول السنين السلام من يوعدنا لقانا على قد الوعد سلام. أنصدم في بعض الأصحاب مرة مرتين كم صحيب إلا دعيته على شدة قاعد فاقد اللي يدحم القوم بالجنب المتين الرفيق اللي فعوله تبشر بس سعد من مقادير الليالي فقدت الطيبين علميني المقادير وش عندك بعد ما عندها غير دامها كذا خلاص لك فينا شر المقادير أنا والله أني كنت أحفظ أبيات كثير وكنت أقولها بس تضيع مني أنا كنت من نوع أبو نزال كيف مثلاً دحين تسولف أنت وأحمد ترجم مثلاً كلمة مثلاً الطيبين مثلاً زي كذا يطري لي أبيات مرتبطة بالكلمة هذه فهمت وأقولها لكم الأيام هذه صاير ضيع والله كلنا صاير ضيع شوف بالواحد من كثر الأمور والله أني ما جبت معي ولا شيلة ولا أغنية ولا كلمات يعني هل أنت عبد الله زي كذا حافظ عبد الله يوم جيت هنا تحس كل شيء ضاع لا بس حافظ بس يوم جيت هنا يا ولد أبي أتذكر الأشياء يعني لو تذكر بدايتها نص أجيبها راح أنا كل شيء ضاع والله أنا يوم جيت هنا كل شيء ضاع والله كل شيء ضاع مني وأي شيء يطري علي الحين حتى لو تحت البث راح أكتب فرقة عشان ما أنسى ولهو على كل حال أتذكر كيف إنه يقدر ينسي العيون من يعرف كنا افترقنا البارحة نظرت حنين البارحة ما تعرف أبو نزال
لا والله البارحة لا الشيء كنا افترقنا البارحة كيف؟ والبارحة صار البارحة عفت حول الزاد البارحة حرام ما جاء على بال البارحة العين يا البارحة يمكننا يمكننا ها؟ الله